السلام عليكم. ما زلنا نتكلم بموضوع Flexural Analysis and Design of Beams، ودرسنا لهذا اليوم بخصوص Failure in Reinforced Concrete Beams. من خلال هذا الدرس المتواضع راح نحاول انه نجيب على النقاط التالية، واللي هي متى ممكن ان يحصل الفشل، ما هي انواع الفشل المتوقعة، وكيف نحدد نوع الفشل، وما هي Balanced Reinforcement Ratio، وما هي ACI Provisions بهذا الخصوص. النقطة الأولى التي لها علاقة بـ when beam fails، متى تفشل البيمز المصنوعة من الرينفورس كونكريت. فنتذكر أننا قلنا أنه الكونكريت المسلح مكون من مادتين رئيسيتين، هما الكونكريت وحديد التسليح. وإذا حاولنا أنه نراجع Stress Strain Diagram للمادتين الرئيسيتين فراح تكون بالشكل التالي. إذا نرسم Stress Strain Diagram للكونكريت فراح يكون شيء بهالشكل، هذا سترين وهذا ستريس، وراح يكون منحني الاجهاد الانفعال شيب هالشكل تقريبا، بمعنى انه هذا هنا هو اقصى اجهاد ممكن انه يتحمل الكونكريت، واللي نسميه اف برايم سي، يرافق انفعال هو ابسلون يو. هذا اقصى انفعال ممكن انه يصل الكونكريت وبعدها يبدي يدهور، لذلك هو هذا الانفعال الموصى باستعماله أثناء التحليل لمقاطع الخرسانة المسلحة، واللي يساوي لنا حسب الكود الأمريكي ACI كود يساوي لنا 0.003. هذا بالنسبة للكونكريت. أما بالنسبة للستيل، فإذا أردنا أنه نرسم Stress Strain Diagram مالته فراح يكون شيء تقريبا بهالشكل. هذا نذكر كلنا انه هذا الاجهاد هو الاجهاد اللي نسميه FY، هو اجهاد الخضوع للحديد or yield stress of steel، ويرافق epsilon y، وهذا هو الانفعال، انفعال الخضوع. بمعنى انه اذا الاجهادات الموجودة المسلطة على البيم مالتي وصلت في منطقة الانضغاط لحد الـ F prime C، أو فمعناها أنه راح يصير عندي فشل بسحق الكونكريت، فشل بالكومبرشن. وإذا وصل الإجهاد المسلط في حديد التسليح يساوي FY، فهذا معناه هذه بداية التشوهات اللدنة اللي يسموها plastic strains، راح تكون التشوهات دائمة وغير قابلة للاستعادة. أو بمعنى آخر، إذا حاولنا أن نفسرها بدل ما نتكلم بموضوع الإجهادات فبإمكاننا نتكلم بموضوع الانفعالات or strains. فإذا strain بالكونكريت وصل إلى epsilon u، معناها أنه رح يصير عندي crushing بالكونكريت، منطقة الكومبرشن. وإذا الإجهاد في منطقة حديد التسليح، أو عفوا الانفعال في منطقة حديد التسليح وصل إلى قيمة epsilon y، فمعناها هذه بداية التشوهات اللدنة، plastic deformations بالستيل وبالبيم مالتي ككل. فهذا هو جوابنا على النقطة الأولى التي هي when beam fails. أما بخصوص النقطة الثانية، فما هي أنواع الفشل؟ فواضح جدا من الرسومات اللي موجودة أمامنا إنه عندنا البيم أو failure of beam ممكن أنه يحصل بسبب الكومبرشن مثل ما تكلمنا سابقا، او ممكن انه يحصل بسبب التنشن مثل ما ذكرنا في حالة الستيل. طيب اذا هو ممكن يكون بالكمبرشن، ممكن يكون بالتنشن، يعني معناها اكو فشي وسط بيناتهم، فشي بين التنشن والكمبرشن. بهالحالة هذه كأنه انت دا تنتقل، تخيل نفسك على خط الاعداد وانت تنتقل من الاشارة السالبة الى الاشارة الموجبة، فبالتأكيد انت دا تمر الصفر. طيب ما هو هذا الصفر في حالة الكونكريت؟ هنا الصفر هذا هو يسمى Balanced Strain Conditions، Balanced Strain Condition. زين، Balanced Strain Condition هو بما معنى انه حالة وسطية مثل ما قلنا بين الكمبرشن فيلير والتنشن فيلير. بالكمبرشن فيلير الكونكريت ينسحق، بالتنشن فيلير راح يبدي البلاستيك سترين يحصل عندنا، بلاستيك ديفورميشن،
فالبالانس ترين كونديشن هي حالة بين الاثنين وتساوي بينهما، بمعنى انه theoretically راح نتوقع انه المقطع راح يصل في حده الاعلى الى الكومبريشن وفي حده الادنى الى التنشن. او اذا رسمنا سترين دايجرام، هذا سترين دايجرام ماتي العذر الرسمي المشوه، اسف خلي يقول هيك. فاذا كان هذا سترين دايجرام مالتي، بمعنى البالانس سترين يعني انه منطقة التنشن، منطقة الكومبريشن السترين وصل الى قيمة ابسلون يو، وفي منطقة التنشن السترين بالحديد وصل الى قيمة ابسلون واي. طبعا هذا كله نظريا مثل ما قلنا. اوكي زين، شنو هو اللي يحدد اي نوع من انواع الفشل اللي ممكن انه تحصل عندي؟ شلون اعرف انه البيم مالتي ممكن يصير بي كومبريشن فيلير، تنشن فيلير، اور اتس ا بالانس ترين كونديشن؟ الحقيقه الموضوع اللي يحدد هذا هو كميه حديد التسليح اللي موجوده بالمقطع مالتنا. وحتى نفهم هذا الموضوع راح نشتق علاقه لفشي اسمه بالانس رينفورسمنت ريشيو، وهي نسبه حديد التسليح المطلوبة في المقطع مالتي حتى يصير عندي البالانس ترين كونديشن. مدام اسمه بالانس ترين كونديشن معناها الأمور متساوية، ومعناها انه احنا راح نحاول انه نطبق معادلة الاتزان equation of equilibrium بالمقطع مالتي حتى اقدر اطلع قيمة البالانس ترين كونديشن، اطلع يعني قيمة الرينفورسمنت المطلوبة لهذا الموضوع. فمثل ما قلنا بالبداية انه يعني balanced condition، فمعناها tension يساوي compression، قوة التنشن قوة الشد تساوي قوة الانضغاط. قوة الشد في المقطع مالتي هي ممثلة بحديد التسليح، فراح تساوينا AS مضروبة في FY، وتساوينا قوة الانضغاط اللي هي 0.85. هاي اشياء احنا المفروض نحافظيها، 0.85 F prime C B، وبالبعد الثالث عندنا A، أو ممكن إنه أعبر عنها بطريقة ثانية ASFY تساوينا 0.85 F prime C B، وبدال A ممكن نعوض عنها ب beta 1 C. طيب ما هي قيمة C اللي لازم أدخلها؟ إذا أرجع للسترين دايجرام أقدر أطلع هذه القيمة. فإذا كان هذه من هنا لهنا هي منطقة الانضغاط، فالمنطقة من هنا لهنا هي دي ماينس سي، ومن تشابه المثلثات similar triangles ممكن أن أطلع قيمة سي. راح أترك الاشتقاق لكم، بس قيمة سي تساوي لنا epsilon u على epsilon u plus epsilon y d. هذه القيمة راح أعوضها بمعادلة الرئيسية هنا، فراح تكون as fy تساوي 0.85، شوية راح أرتب الأمور، beta 1 f prime c b epsilon u على epsilon u plus epsilon y d. راح اضرب طرفي المعادلة في 1 over bd، فراح تكون هنا as over bd، وهنا هذا على b وهذا على d، فهذا كله يلغى. وهذا الـ AS over BD هي reinforcement ratio. This is rho. وبما انه احنا نتكلم عن الـ balanced condition، فهي راح نسميها rho B or rho balanced، تساوي راح انقل الـ FY للجهة الثانية من المعادلة وراح ارتب الامور. فـ rho balanced تساوي 0.85 beta 1 f prime c over fy مضروبة في epsilon u على epsilon u
بلس ابسلون واي، وهذه هي البالانس رينفورسمنت ريشيو. هذه هي كمية حديد التسليح اللي إذا أخليها بالمقطع الخرساني مالتي نظريا راح أقدر أوصل للبالانس سترين كونديشنز. مثل ما تشوفون الرو بالانس it's a function of materials properties، هي إلها علاقة وتتأثر فقط في مواصفات المواد اللي نستخدمها. يعني احنا نتكلم عن F prime C ونتكلم عن F Y اللي هن يعني متعلقات بطبيعة المادة المستخدمة في البناء. Beta 1 is a function of F prime C، فبقينا احنا بنفس المجال مالتنا. Epsilon U هو رقم ثابت حسب مقررات الكود الامريكي. Epsilon U is equal to 0.003. Epsilon Y it's a function of FY والموديولوس اوف الاستيستي هو شيء ثابت مثل ما نعرف. لذلك قيمة روب بالانس تتحدد بنوعية مواد البناء اللي انت تستخدمها، مقاومة الكونكريت، مقاومة حديد التسليح اللي انت تستخدمه. زين، هذه عرفنا روب بالانس. طيب ماذا يحدث اذا كانت كمية حديد التسليح هي مساوية للروب بالانس؟ مثل ما قلنا سابقا راح يصير عندي فشل متوازن، فشل بالتنشن بالكمبرشن في نفس الوقت. طيب السؤال الثاني الذي قد يتبادر الى الذهن، ماذا لو كانت نسبة حديد التسليح المستخدمة اقل من الروب بالانس، وماذا لو كانت نسبة حديد التسليح اكبر من الروب بالانس؟ ما الذي سيحدث؟ اوكي، للجواب على هذا السؤال، ما الذي سيحدث لو ان رو كمية نسبة حديد التسليح المستخدمة هي أكبر من رو بالانس؟ بهالحالة هذه إذا ننظر إلى معادلتنا الرئيسية، معادلة الاتزان، tension يساوينا الكمبرشن، وأني دا أزيد كمية حديد التسليح عن رو بالانس، معناها أنا دا قوي المقطع مالتي في مجال التنشن. وبما أنه مقطع جزء التنشن صار قوي، بمعنى أنه جزء بالكمبرشن راح يكون أضعف، وبالتالي الفشل المتوقع راح يكون فشل في منطقة الكمبرشن. ولأنه رو هي أكبر من رو بالانس، فممكن أنه نصطلح على هذا المقطع هو over reinforced section. وبنفس الفلسفة، إذا كانت رو هي أصغر من رو بالانس، وإذا نرجع إلى معادلة الاتزان هذه، أنا دا أقوي أو دا أضعف بالحقيقة جزء التنشن، فبالنتيجة الكمبرشن راح يكون أقوى، والفشل المتوقع راح يكون بالتنشن. الفشل المتوقع راح يكون في منطقة التنشن، وهذا راح يسموه under reinforced failure or under reinforced section. فصار عندنا هنا ثلاث انواع لمقاطع حديد، لمقاطع الكونكريت. ممكن انه يكون balanced section، او ممكن يكون over reinforced section، او يكون under reinforced section. وعرفنا انه الover reinforced section راح يكون الفشل بالcompression، والunder reinforced section راح يكون الفشل بالtension. طيب احنا كمهندسين، اي واحد من انواع المقاطع الثلاثة، اي كمية حديد تسليح اللي احنا نفضل انه نستخدمها؟ هل من الافضل انه نستخدم رو اكبر من رو بالانس، او اصغر من رو بالانس، او مساوية للرو بالانس؟ الحقيقة اللي يحدد هذا الشيء هو نوعية الفشل المستهدف. نعم، احنا بالتصميم نستهدف طريقة الفشل اللي راح تكون، واللي هي راح تناسبنا اكثر، راح نختارها احنا. شلون؟ خلينا نفكر بهذا الموضوع. عندنا مادتين رئيسيات موجودة في مقطع الخرسانة مالتي، الخرسانة المسلحة، اللي هي الكونكريت والستيل. إذا صار الفشل بالكونكريت، كلنا نعرف أنه الكونكريت هو brittle material، والفشل بالكمبرشن هو فشل بالكونكريت نفسه، بمعنى أنه it's a brittle failure. والbrittle failure it's a sudden failure، هو فشل يحدث فجأة غير متوقع بدون أنه يعطيني أي علامات مسبقة للفشل. في حين انه الفشل اللي راح يصير بالتنشن هو فشل في حديد التسليح بالدرجة الاساس، لانه احنا بالتصميم مالتنا ما نحمل الكونكريت اي جزء من اجزاء التنشن، ما ناخذ بنظر الاعتبار بالحقيقة. فلذلك الفشل هو فشل بالتنشن، والفشل بالتنشن هو فشل في حديد التسليح،
والفشل في حديد التسليح مثل ما نعرف أنه حديد التسليح هو مادة دكتل، مادة يعبرون عنها بالعربي بأنه هي مادة مطيلية، بأنه هذا الفشل راح يكون فشل تدريجي وراح ينطيني الكثير من العلامات قبل الفشل. راح نشوف أنه البيم مالتنا راح تبين التشوهات البيرمننت بي، وبالتالي هذا فد ساين، فد علامة أنه ترى هذا البيم وصل إلى منطقة البلاستيك ديفورميشن، فأنت لازم تكون حذر. وعندما يحدث الفشل لن يكون فشلا مفاجئا. أما في حالة البالانس فيلير فمرة ثانية نظريا هذا الفشل هو راح يصير عندك فشل في الكومبريشن والتنشن في نفس الوقت، بمعنى أنه أيضا فشل غير متوقع الحدوث، لا يعطي علامات مسبقة. وبالتالي أي فشل لا يعطي حالة على أي علامة مسبقة مثل البالانسد سيكشن أو الأوفر رينفورس سيكشن هذا فشل غير مرغوب فيه. والفشل في حالة أنه يعطينا علامات مسبقة هو هذا الفشل المطلوب، وهذا هو الأندر رينفورسد سيكشن. فإذا إحنا نصمم بطريقة أنه يكون حديد التسليح الموجود عندنا نسبته أقل من نسبة البالانس رينفورسمنت ريشيو. خلونا نجي ونشوف شنو البروفيشنز اللي يوفرها الـ ACI بهذا الخصوص. إذا رحنا على التيبل 21.2.2 واللي يتكلم عن strength reduction factor في for moment axial force or combined moment and axial force، هذا هو الجدول الخاص بـ reduction factor، لكن أنا راح أستخدم هذا الجدول حتى نشوف الـ recommendations اللي يعطيها الـ ACI بخصوص أنواع الفشل الموجودة عندنا. الـ ACI ومثل ما تشوفون من strain diagram المرسوم هنا، إذا أخذنا بيم أو أخذنا كولوم أيضا ينطبق عليه هذا الشيء. فيقول إنه أنت تأخذ مسافة DT اللي هو العمق أقصى أبعد طبقة تسليح موجودة عندك. إذا كان عندك أكثر من طبقة لحديد التسليح فأنت تأخذ الطبقة الأخيرة، تحسب السترين اللي موجود بهذه الطبقة واللي يسميه هنا هو إبسلون تي، وبعدين يجي يقارن إبسلون تي. هنا راح أخذ نتكلم عن أول كولوم اللي هي النت تنسايل سترين إبسلون تي والكلاسيفيكيشن، وهذا هو الكلاسيفيكيشن لطريقة الفشل مالتنا. فإذا كان إبسلون تي is less than or equal to إبسلون تي واي، إبسلون تي واي هنا هو اليلد سترين أوف ستيل، فإذا كان أقل من عنده معناها أنه هذا compression controlled. وإذا كان epsilon t is greater than epsilon ty وأصغر من epsilon ty plus 0.003 فهذه المنطقة راح نسميها منطقة انتقالية وهي transition. وإذا كان epsilon t is greater than or equal to epsilon ty plus 0.003 فهذا الفشل راح يكون tension controlled. إذا نيجي نشوف الـ reduction factors في حالة هذه حالة الـ spiral، إذا كان عندك spiral، وهنا في حالة إذا كان عندك stirrups، فإحنا راح نأخذ الحالة العامة اللي هي الـ stirrups. شوف إذا كان الفشل من نوع tension controlled في reduction factor مقداره 0.9، في حين إذا كان الفشل هو compression controlled في reduction factor بمقدار 0.65. معنى هذا الكلام انه انا خايف اكثر من حالة الكمبريشن كنترولد، واذا واجهتني هيك حالة فاني راح اقول لصاحب البناية او اثناء التصميم مالتي اني راح اخذ بنظر الاعتبار تقليل مقاومة المقطع بمقدار 35% من قيمة القصوى، قيمة تحمله الاقصى، وراح اصمم على هالاساس. في حين لو كان عندي تنشن كنترولد فراح اقلل مقاومة المقطع بمقدار 10% فقط، معناها أنا عندي ثقة أكثر بالمقطع اللي هو الفشل مالته راح يكون tension controlled. أتمنى الأمور أنه كانت واضحة بالنسبة لكم الآن. شكرا جزيلا على متابعتكم وإلى اللقاء في الدرس القادم.